الرضاعة الطبيعية من أكتر الحاجات اللي اهتم بيها المصري القديم، سواء عن طريق الأم أو المرضعات، وتعتبر مهنة المرضعة من أهم المهن اللي شغلتها المرأة الفرعونية القديمة، لأن عملها ارتبط بالملوك وحكام الأقاليم وكبار الكهنة، وكانت مكانتها مميزة جداً في أسرة الطفل، لدرجة إن كان بيتم تصويرها مع الأسرة ونقش اسمها على جدران المعابد والآثار، ومنهم ستراع مرضعة الملكة حتشبسوت ودي مرضعة الملكة نيفرتيتي. كمان كان للمرضعة نفوذ وسلطة، لدرجة إن أبنائها وزوجها كانوا بيوصلوا لأعلى المناصب في الدولة، زي منصب كبير الكهنة اللي قدر يحصل عليه ابن أخت الملك تحتمس الثالث في الرضاعة. أما عند العرب والمسلمين فوضع مهنة المرضعة ما اختلفش كتير، بل على العكس كان ليها مكانة وأهمية خاصة، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه رضع من السيدة حليمة السعدية بعد وفاة أمه، وكان سادة قريش في الوقت ده بيرسلوا أبنائهم لمرضعات البوادي علشان الزوجات تتفرغ لأزواجها، وعشان الأولاد يكونوا أقوى وأكثر فصاحة واعتماد على نفسهم، لأن الرضاعة وقتها ما كانتش بتقتصر على منح الأطفال الحليب اللازم لنموهم، لكن كانت رعاية كاملة، وبيفضل الطفل لحد سن معين عند المرضعة المستأجرة. ولما جه الإسلام منهاش عن عادة الإرضاع، وظلت العادة موجودة ومتداولة في المجتمعات القديمة وبالتحديد في الأسر الملكية. الغريب في الموضوع إن بعض الدراسات اللي قارنت بين المرأة المصرية والمرأة الغربية أكدت إن المرأة الغربية كانت مسؤولة عن إرضاع أولادها وتربيتهم، وإن طبقة العاملات الفقيرة هي اللي كانت بتترك أولادها للمرضع، لكن في مصر الطبقة الغنية اللي كانت بتستخدم المرضعات كانت بتستخدمها كنوع من الثراء أو التباهي والمظاهر. ومع بداية القرن الخمستاشر حاولوا يستبدلوا الرضاعة الطبيعية بحليب الأبقار والأغنام، لكن المحاولات فشلت، وفي القرن التمنتاشر خرجوا بمحاولة تانية لتعويض لبن الأم والمرضعات، وهي خلط الدقيق أو الحبوب مع المرق، لكن الأطفال ما تقبلتش الابتكار المذهل ده وبرضه المحاولة فشلت. ومع منتصف القرن التسعتاشر تم اكتشاف الحليب الصناعي المطور، وهنا بدأت مهنة المرضعة تختفي والرضاعة الطبيعية تقل، وجات القشة اللي قسمت ظهر البعير مع انتشار مرض الكوليرا في الأطفال سنة 1903 في اسكندرية. خرجت ادعاءات كتير بتدين الأمهات بسبب ترك أطفالهم للمرضعات اللي ساهموا في نقل العدوى بسبب إنهم جايين من بيئات غير نظيفة، وبعدها بدأت مهنة المرضعة تختفي تدريجيا. مش بس كده، مع ظهور القرن العشرين وانتشار اللبن الصناعي بدأ البعض ينظر للرضاعة الطبيعية على إنها ممارسات متدنية وغير حضرية، وزاد استخدام اللبن الصناعي من بعد الحرب العالمية الثانية لحد وقتنا الحالي. ومؤخرا بقى بدأت تخرج بعض التفسيرات اللي بتنفي إلزام الزوجة بإرضاع أبنائها وبتطالب بإعطائها الأجر نظير الإرضاع، ودخلنا في حالة من الجدل في الثوابت لحد ما خرج علينا الأزهر ببيان مشدد عن أزمة أجر الرضاعة، وقال إن مكانة الزوجة وقدسيتها لا يليق بها أن تعامل معاملة الأجير، لكن يجب على الزوج الإنفاق عليها وعلى أولاده، وإن إرضاع الأم لأولادها واجب عليها في حالة استمرار الزواج، ده في حالة إن الرضاعة ما فيهاش أي ضرر ليها. لكن رغم البيان المشدد والواضح ما زال الجدل سائر، لحد ما يظهر لنا ترند تاني يغطي عليه أو ناس تاخد اللقطة.